السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد، بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء. قناة شوف تي في اللي كنحييكم صبيحة هذا اليوم بالتوفيق لجميع الطلبة والتلاميذ اللي كيتوجهوا الدراسة ديالهم في أثناء، كنتمنوا لهم التوفيق في المسار الدراسي ديالهم. أجواء باردة صباح اليوم الخميس من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. حاني صباح الفل، كاين شي الله ييسر لك الأمور أخويا. السلام عليكم متبادلة، سي أحمد، سي أحمد صباح النور، صباح الخير لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. أجواء باردة صبيحة اليوم الخميس اللي كنتمنوا لكم بداية يوم موفق، بداية يوم سعيد لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. صباح الخير، صباح البركة والتيسير للجميع. هذه هي مجمل الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، اللي كننقل لكم الأجواء كيف دايرة من القلب ديال مدينة سطات العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة اليوم، صبيحة اليوم الخميس، أجواء باردة. كنطلب من الله سبحانه وتعالى الله يرحمنا، الله يغيثنا، ولا تجعلنا من القانطين يا رب. الله يرحمنا، الله يغيثنا، ولا تجعلنا من القانطين يا رب. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم بأهم الشوارع والأزقة ديال المدينة ديال سطات. الناس يعني كيتوجهوا لأماكن العمل ديالهم، كيتوجهوا لأماكن العمل ديالهم، الطلبة، طالبات المؤسسات التعليمية ديالهم اللي كنتمنوا لهم التوفيق، كنتمنوا لهم التوفيق في الدراسة ديالهم، وكنتمنوا للجميع. سي عبد الملك البيض من كندا، تحية خاصة أخي الكريم، شكرا لك سي عبد الملك البيض من كندا، وتحية للناس ديال كندا وجميع مغاربة العالم بكندا. نجاة من تمارة إلى عاصمة الشاوية، شكرا لكم، شكرا لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم، كنتمنوا التوفيق لجميع الطلبة الطالبات اللي كيتوجهوا للدراسة ديالهم، كيتوجهوا لأماكن العمل ديالهم، اللي كنشكرهم على التواصل وكنشكرهم على التفاعل. العفو 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 سي مصطفى القرش، سي مصطفى القرش شكرا على عملكم التوفيق، سطات من أجمل المدن. شكرا سي مصطفى القرش، تحياتنا لك الخالصة السيد الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الثوابت والوحدة الترابية. كنحيوك تحية خالصة السيد مصطفى القرش وجميع يعني المناضلين، كنحيوهم على التواصل وكنحيوكم على التفاعل متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. سي عبدو عبدو وعليكم السلام خويا، تحية طيبة من مدينة جرف الملحة، مرحبا، شكرا لكم، بالتوفيق للجميع، جميع الطلبة الطالبات الوليدات اللي كيتوجهوا للمؤسسات التعليمية في هذا الأثناء، كنتمنوا لهم التوفيق في المسار الدراسي ديالهم، كنتمنوا لهم نجاح، كنتمنوا لهم بداية مسار جيد، مسار جيد. فاطمة المرابط من مدينة مراكش، صباح الخير والياسمين، شكرا لك فاطمة المرابط من مدينة مراكش، كنحيوكم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، وكنقول لكم صباحكم مبروك،
بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة شاوية سطات بلادي سطات الولافة. كنحييكم وكنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل، وكنقول لكم مجددا صباحكم مبروك، بداية يوم موفق لجميع المتتبعين الأوفياء القناة شوف تي في. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يا ربي ترحمنا، يا ربي تغيثنا، سقينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين يا رب. الرحمة والمغفرة لجميع الأموات المسلمين وبشفاء العاجل لجميع المرضى. كنطلبوا من الله، الله يرحمنا والله يغيثنا غيثا ولا تجعلنا من القانطين يا رب. الناس كلها محتاجه لهذ الامطار ديال الخير. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرحمنا يا رب على وجه هذوك الاطفال الرضع الشيوخ العجزه، الناس باغا تبدا الفلاحه ديالها، الناس ديال الشاويه يعني كتستعد انها لهذا العام الفلاحي. الناس باغا تحرث، ولكن يعني الناس باغا تحرث محتاجه لهذ الامطار ديال الخير، محتاجه لهذ الامطار ديال الخير. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يا ربي ترحمنا، يا ربي تغيثنا ولا تجعلنا من القانطين. هذه هي مجمل اجواء متتبعي قناه شوف تي في مباشره من مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه سطات بلادي سطات الولافه. سي نور الدين صباح النور خويا من مدينه تطوان، من مدينه تطوان كنحيوك سي نور الدين، وكنحيو معاك الناس ديال مدينه تطوان سي نور الدين المتتبع الوفي لقناه شوف تي في، اللي كنحيوك من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات العاصمة ديال الشاوية سطات بلادي سطات الولافة. كنقولوا للناس اللي انهم الله ييسر لهم الامور، الله يسهل عليهم كل ما هو انه كيصور طرف ديال الخبز، الله يسهل عليه، الله يسهل عليه والله ييسر الجميع. سي ابو زياد ابراهيم تحياتي لك اخويا، تحياتنا لكم مجددا من قلب مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه سطات بلادي سطات الولافه. كنحييكم كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل. شكرا لك سي ابو زياد، كنحيوك. نطلب من الله الله يبعد عنا التشويش. شكرا لك، شكرا لك سي ابو زياد، تحياتي لك اخويا، تحياتنا لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء. سي مصطفى القرش، سي مصطفى القرش تحياتي لك سي مصطفى القرش، كنحيوك سي مصطفى القرش، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. عاش الملك محمد السادس، نصره الله، شعارنا الخالي الله، الوطن الملك، تحياتنا للامن الوطني والدرك الملكي. شكرا لك الاخ مصطفى القرش الأمين العام للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الثوابت والوحدة الترابية. كنشكركم على الجهود اللي كديروها في سبيل نصرة القضية الوطنية وفي سبيل يعني الدفاع عن البلاد بواحد الطريقة يعني فيما يسمى بالدبلوماسية الموازية. أنا زياد من أكادير، راك عزيز عندنا خويا. شكرا لك سي زياد، تحياتي لك. معك سي محمد رابح اخويا من مدينه سطات، كنحييك وكنشكرك على التواصل، كنشكرك على التفاعل، وكنشكر معك جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في. طه تحياتي لك اخويا، طه تحياتي لك، تحياتنا لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء. نعيمه شي متبادله اختي من القنيطره، متبادله اختي من القنيطره، كنحيوك كنحيوك على التواصل ديالك والتفاعل ديالك. اكيد خويا عبدو كاين الريزو قليل شويه. شكرا لك نعيمه،
شكرا لك نعيمة، شكرا لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في اللي كنعتز بكم صراحة، كنحييكم كنشكركم على التواصل ديالكم، كنشكركم على التفاعل ديالكم، كنشكركم على الثقة اللي كتوضعوها في قناة الشعب قناة شوف تي في. بلا بكم انتم متابعينا مشاهدينا الأوفياء ما يمكنش لنا أننا نتواصلوا، انتم هما الحلقة الأساس في العملية التواصلية. كنحييكم كنشكركم كنعتز بكم كنقدروكم، عندكم واحد المكانة غالية، عندكم واحد المكانة غالية لهلي خطيكم علينا. تحية خالصة، تحية شكر وتقدير وامتنان للجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة اليوم، اللي حاولنا اننا ننقل لكم الاجواء كيف دايره من القلب ديال المدينه ديال سطات، العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه. كنحييكم كنشكركم على التواصل. شكرا لك، شكرا لك اخي ابو زياد، كنشكرك اخويا ابو زياد، كنشكرك على التواصل اخويا. وكنعتذروا لكم على هذا العطب التقني الخارج عن الاراده. طه من ارفود تحياتي لك، تحياتنا لك، تحياتنا مجددا الجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. هذه هي مجمل اجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل، وكنقول لكم مجددا صباحكم مبروك، بداية يوم موفق، والى اللقاء في بث مباشر اخر. تحياتنا للجميع، صباحكم مبروك، والله ييسر الامور، والله يفاجئ الجميع، والله يشفي جميع المرضى، وكنطلبوا من الله الرحمه والمغفره، والله يرحمنا، والله يغيثنا، والله يغيثنا غيثا نافعا، ولا يجعلنا من القانطين يا رب. شكرا لك سي ابو زياد، شكرا لك سي ابو زياد، تحياتنا لك وتحياتنا لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه. كنحييكم وكنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل، كنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير والبركه والتيسير. شكرا لك سي ابو زياد ابراهيم، راك عزيز اخويا، راك عزيز سي ابو زياد، تحياتي لك سي ابو زياد. كنحييك وكنشكرك على التواصل وكنشكرك على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير والبركه والتيسير. بالفعل اخي، بالفعل اخي ابو زياد، بالفعل كنشكرك اخويا ابو زياد، وغادي نحاولوا نتجاوزوا الامر في بث مباشر اخر. تحياتنا الخالصه لكم، والى اللقاء في بث مباشر اخر. ما سخيناش بكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. دمتم في رعاية الرحمن، لكم كل الحب والتقدير لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في داخل المغرب وخارج أرض المغرب.